خلاص كمل كمل كمل. اليوم الثاني من رمضان المبارك، وطيار النظام لم يفقه بعد معاني الشهر الكريم التي تتمثل بالسلام والأمن والرحمة. هذه الصور هي من حي الصاخور الذي تعرض اليوم لقصف بالبراميل المتفجرة، ومثله حي الحيدرية وباب الحديد ومدينة مارع. وفي إدلب أعلن الثوار استكمال معركة تحرير معسكري الحامدية ووادي الضيف، حيث استهدفوا حاجزي طراف والدهمان بقذائف الدبابات، معلنين تحقيق إصابات مباشرة. الله أكبر، حمايات محققة. وفي حمص يعاني أهالي حي الوعر من نقص شديد في المواد الغذائية بسبب الحصار المفروض عليهم من قبل قوات النظام، في حين لم يشهد اتفاق الهدنة المزمع توقيعه في الوعر أي تقدم. ناشطون كانوا تحدثوا في وقت سابق عن توقعات بعقد هدنة جديدة بين الثوار وقوات النظام في حي الوعر، وذلك بعد فشل الاتفاق القديم بسبب خرق قوات النظام بنوده وقيامها بقصف الحي بعد أيام من الاتفاق المبرم. وفي غضون ذلك تجددت الاشتباكات على جبهة قرية أم شرشوح بريف حمص، حيث استطاع الثوار التصدي لمحاولة قوات النظام استعادة السيطرة عليها، في حين أسفرت المعارك عن سقوط قتلى من الطرفين. الله أكبر. وفي ريف دمشق أعلنت كبرى الفصائل المقاتلة في الغوطة الغربية تشكيل غرفة تحالف الفاتحين بهدف التصدي لقوات النظام والجرائم التي يرتكبها، ونصرة للشام وحرائرها. تعلن عن تشكيل غرفة الفاتحين في جبهة الغوطة الغربية. وفي هذه الأثناء تصدى مقاتلو غرفة عمليات المليحة لمحاولة قوات النظام التقدم بالدبابات والآليات العسكرية لاقتحام البلدة من عدة محاور.